لم تدم الزيجة طويلا بعد 24 ساعة من إعلان إمكانية تكوين ائتلاف رباعي حاكم. ثلاثة أحزاب من بين الرباعي تغادر مركب حكومة لحب بالجمل المرتقبة. التيار الديمقراطي وحركة الشعب وتحية تونس يعلنون فك الارتباط. قرار وضع حركة النهضة المطالبة بتشكيل الحكومة في ورطة. اتهمت الحركة المنسحبين باللامسؤولية وبالتعنت وإضاعة الوقت. نعتبروش أنه فما فشل في تشكيل الحكومة. مسار تشكيل الحكومة متواصل. حركة النهضة معنية أكثر من أي وقت مضى بإنجاح هذا المسار. وتقديرنا القرار هو عند السيد رئيس الحكومة المكلف. تقديرنا أنه هذا الأسبوع ممكن الإعلان على حكومة. تبريرات مختلفة أطلقتها الأحزاب المنسحبة، من بينها الاعتراض على ما اعتبروه عددا كبيرا للوزراء المستقلين وعدم تطابق برنامج لحب بالجملي مع تصوراتهم للحكم، إضافة إلى اعتبار الجملي غير مستقل عما تسطره حركة النهضة. أزمة ثقة بيننا وبين حركة النهضة، وهذا عبرنا عليه من أول مفاوضات. المسألة هذه تكرست من بعد في المفاوضات، وعود من بعد تراجع عليها، تذبذب، غياب منهجية، ضعف رئيس الحكومة. تأكدنا اللي أنه غير مستقل، القرار قاعد يتخذ في مونبليزير ماهوش يتخذ في قصر الضيافة، وبالتالي قلنا هذه غير جدية الحكومة، مؤشرات النجاح منعدمة، وقررنا الانسحاب. لم يبقى للحبيب الجملي ولحركة النهضة سوى التحالف مع حزب قلب تونس المغيب الحاضر أو تشكيل حكومة كفاءات طلبا لنيل أكبر دعم داخل البرلمان. الجملي وفي تعليق على الانسحابات صرح بأن له مخطط بديل وأن حكومته سترى النور بحر هذا الأسبوع. أي مصير للحكومة الجديدة في ظل تواصل انسداد الأفق؟ المناورات الحزبية أطالت أمد التشاور ووضعت مصير الحبيب الجملي نفسه أمام سيناريوهات مختلفة. فتح الفلحي ميديان تي في تونس.